ازيكم يا حلوين؟ تعالوا احكي لكم قصة جميلة بين سارة وزيكو الكمبيوتر الغبي. سارة بنوتة شطرة ونجحت في الامتحان، فطلبت من مامتها ان تجيب لها كمبيوتر، وفعلا مامتها كافئتها وجابت لها الكمبيوتر. سارة فرحت جدا وعملت عليه كل حاجة، رسمت عليه، كتبت الهوم وورك والقصص القصيرة اللي بتحبها عليه، نزلت كتب وقراءتها برضو عليه، ونزلت ألعاب حلوة واستخدمته في كل حياتها، وبقى هو صديقها الصدوق. ده من حبها فيه جابت صحابها كلهم عشان يتفرجوا عليه. بس في يوم من الأيام سارة فكرت تطلب منه طلب. يا كمبيوتر يا جميل، ممكن تعمل لي برنامج؟ برنامج ايه يا سارة؟ برنامج ايه؟ ممكن تعمل لي لعبة؟ راح الكمبيوتر يبص لها باستغراب، مش فاهم هي بتقول ايه. وسارة كرر طلبها تاني، لعبة جيم. والكمبيوتر برضو يبص لها ويستغرب هي بتقول ايه دي. راحت سارة في الاخر قالت له، ده انت كمبيوتر غبي صحيح. والكمبيوتر غضب جدا منها وزعل قوي. ماما سمعت الحوار ده فدخلت لها وقالت لها، هو في ايه يا سارة؟ سارة حكت لماما كل شيء. ماما قالت لها، هو يا سارة أصلا الكمبيوتر مش بيفهم لغتك ولا بيفهم كلامك. وماما كملت كلامها وقالت، الكمبيوتر ليه شفرة أو أكواد معينة لازم تكلميه بيها علشان يفهم كلامك، اسمها باينري كود، وهم عبارة عن صفر وواحد، هما دول بس الرقمين اللي بيفهمهم. راحت سارة قالت لماما، يعني أنا أكتب له صفر وواحد هيفهم إن أنا عايزة أعمل لعبة؟ قالت لها، لا طبعا يا سارة، اللي انت بتطلبيه منه ده اسمها برامج انت عايزاه يعملها، فدي اوامر اسمها برمجة، ولازم البرمجة عشان تعمليها او الاوامر بتاعتك عشان تعمليها لازم يحول كلامك الى لغة الكمبيوتر اللي هي الباينري كود، وعلشان كده احنا هنستخدم ادوات لازم تساعدنا في ان هو يترجم كلامك للغة بتاعته، والادوات دي اسمها لغات البرمجة. يا ماما، طب قولي لي ايه هي لغات البرمجة علشان يخليه يعمل لي اللعبة بتاعتي. الكلام ده بقى يا سارة ان شاء الله هقوله لك الحلقة الجاية. يلا نصلي على الحبيب عليه افضل الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.